كيف تنظر لهذه الخطوة أستاذ حيدر؟ وما هو المستوى الثاني الذي تحدث عنه السيد السفير؟ طبعاً هذه خطوة تأتي في ضمن سلسلة القرارات الإيجابية يعني التي يعني أصدرتها وتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح السودان. يأتي ضمن هذه عدد من القرارات الإيجابية أصدرتها الإدارة الأمريكية تجاه السودان، وهذه واحدة منها. المستوى الثاني هو طبعاً هو عاملين ريتنج لما يعتبروه يعني انتهاكات للطفولة بتجنيد الأطفال في العمليات العسكرية. عاملين الريتنج ده أدناها المستوى الثالث، الأفضل قليلاً المستوى الثاني، والأفضل خالص في المستوى الأول. وواضح إنه إحنا كنا موضوعين في المستوى الثالث باعتبار إنه من الدول الضالعة بشكل كبير في مسألة تجنيد الأطفال، وتم نقلنا الآن إلى المستوى الثاني باعتبار إنه تحسن الوضع تماما في هذا الجانب، ولهذا تم ترفيع السودان إلى المستوى الثاني في انتظار وصوله إلى المستوى الأول اللي بيكون مرضي عنه. لكن خليني أقول أنا هو واحد من الحاجات الذي يتسبب في تجنيد الأطفال هو الحرب. والحرب لدينا متوقفة يعني حقيقة، حتى من قبل توقيع اتفاق جوبا بالسلام، وحتى الإعلانات المتكررة من حركة عبد العزيز الحلو، يعني كل هذه تحد كثيرا من مسألة تجنيد الأطفال. بالإضافة لكذا القوانين السودانية أيضا يعني واضحة جدا وصارمة جدا في مسألة منع تجنيد الأطفال يعني. فأعتقد أنه نحن نستحق المستوى الأول وليس المستوى الثاني يعني. نعم. لأنه يعني لا نجد الآن هذه الظاهرة بشكل يعني يدعو لوضع السودان في حتى المستوى الثاني. نعم. الآن هل هذا التصنيف جاء بعد اتفاقيات السلام وتوقيع اتفاقيات السلام بهذا الشكل؟ هل نسمي هذا انعكاس في لملف السلام في الخارج؟ أنا أبتكر أنه لا أثر، بالتأكيد لها أثر. توقف الحرب بالتأكيد له أثر، لأنه الحرب هي التي تتسبب وتدعو المقاتلين في تجنيد الأطفال يعني لحشد أكبر عدد من القوات للدخول في الحرب وتنفيذ الهجمات يعني. فطالما أن الحرب قد توقفت فبالضرورة سيتوقف موضوع مش تجنيد الأطفال، بل حتى تجنيد الراشدين البالغين يعني. ليست هناك ضرورة، وأنت تعلم أنه الآن في بند الترتيبات الأمنية الناس يعني يفترض أن تشرع في مسألة الدمج والتسريح، وده بيبدأ بحصر القوات الأصلا قائمة الموجود أصلا يعني، ما يعني أنه ليست هنالك فرصة لتجنيد جديد يعني. بالرغم من أنه هنالك حديث عن أنه هنالك بعض الحركات يعني تمارس هذا المثل تكبير كومة يعني، لكن هنالك مراقبة شديدة على هذا الجانب لوقف مثل هذه الممارسات. سفير السودان في الولايات المتحدة ذكر في هذا الخبر أنه تتوالى القرارات الإيجابية من الولايات المتحدة. ما الذي سيستفيده السودان من هذه القرارات الإيجابية، تحدث سياسيا واقتصاديا؟ كيف يجعل السودان استفادة في أكبر حجمها من القرارات الإيجابية من الولايات المتحدة؟ وطبعا ده الجانب المعنوي فيه واضح جدا، ما عنده أي جانب مادي، انعكاس مادي أو شيء. لكن الاستفادة بتجي من وين؟ إنه تتحسن صورة كانت شائعة جدا. صورة السودان كانت شائعة جدا في المجتمع الدولي عند الدول الكبرى، ومثل هذه القرارات يعني تعمل على تحسين صورة السودان بشكل كبير جدا. عندما تتحسن صورة السودان بالتأكيد هذه لها انعكاسات إيجابية كبيرة على كافة الأصعدة يعني. من المعلوم إنه يعني في السابق عندما كانت سمعتنا سيئة جدا، حتى الجواز السوداني يعني يظل محل شك وتشكك، ومن يحمل الجواز السوداني يعامل أقصى معاملة يعني.
فمثل هذه القرارات يعني لها انعكاسات إيجابية كبيرة جدا. كيف تستفيد منها الحكومة الآن؟ نعم، هي الحكومة ما هي ماضية في مسألة الانفتاح على المجتمع الدولي ده بسبب قرارات أخرى كثيرة، وهذا القرار يأتي، وحتى القرار بتاع مسألة محاربة الاتجار بالبشر نحن أيضا وضعنا فيه متحسن جدا، فكل هذه يعني تعطي انطباع جيد جدا عن السودان وتدفع الآخرين للتعامل بثقة مع السودان، وحتى المستثمرين وكبار المستثمرين وكبريات الشركات يعني تبدأ تثق في السودان، باعتبار إنه السودان يعني ظل من يعني صار من الدول حسنة السمعة وجيدة السمعة، ويشكل لديها ذلك موثوقية في أن تتعامل معه بأريحية.